الصدق، الجهد، المثابرة، الحب، الفن، الرسم، التعب. عندما أكون صادق مع نفسي راح صدقي يوصل إلى الآخرين. أريد أقول للناس اليوم اللي يمر الاعتيادي هو جزء من حياتنا مهم. الشيء البسيط أحياناً أكثر بلاغة. أريد أوصل للناس جمال الحياة اليومية. من الصعب أنه تختزل الفلسفة في كلمة. جمال الحياة في الأماكن والشواخص الحضارية اللي موجودة ببلدنا. التراث يمثل الهوية الحقيقية لأي شعب. الشيء المتميزين به عندنا تاريخ وعندنا حضارة. يعني تقول عراقي لازم يكون العراقي بشكل معين مغاير يختلف. السوشيال ميديا حاليا تعتبر مثل معرض كبير. أنا أقدم نصيحة لكل الشباب اللي يريد أنه ينجح في العمل الفني. في تصوري يحتاج إلى الإخلاص والصدق في فنه، لأنه من طلب العلا سهر الليالي. هذه بغداد القديمة، ويعني هذا السراي هو سراي الحكومة اللي يعني تنصب به الملك فيصل هنا بهذا المكان. في فترة الدراسة بالمعهد كنا نجي هنا نرسم، نخطط ونصور. أنا رسمت لوحة قبل فترة تمثل هاي المنطقة، سميتها والي بغداد، يعني بيها صورة القشلة وبيها المنارة والقبة هذه وبيها هذه القبب. رسمت هذه اللوحة بيها تأثيرات تاريخية. حتى شكل القشلة كان مو هذا، شكل آخر، الرأس مالها يختلف. المحلية تقود، يعني بقد ما أنت تنتمي إلى المكان هذا يقودك الى 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 انه الى التميز، والتميز يقود الى العالميه، يقود الى 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 التفرد. بغداد القديمه.